هذا وجدي سياحي معناها استشهد نهار 12 جانفي مع 11 تاع نهار معناها تالا كل هنا في كياس الرئيسي نخسروا القتلة ومعناها يعلم بينا ربي كيفاش في اللحظة هذيك معناها 11 بالضبط ها 11 على مرأة من الناس الكل ها تضرب وجدي 11 حتى بين 11 ولا 12 تضرب وجدي ايه شفت نحن نهار نجام نهار نجام في نخزر العوال الامن كل من غادي كيفاش لمين بعضهم بصفة كبيرة ايه من هنا ايه وين الكهرباء الفيديو تو بالضبط وين دي سي سي بالضبط تابع دي سي سي شفت دي سي سي والحبس تو عامل كم بالضبط منصف العجيمي ثم ريتها والمن دي سي سي بالضبط منصف العجيمي منصف العجيمي غادي واضح ريت وجدي رجدي ووجدي والاولاد لهنا كي طاح لينا منصف العجيمي غادي على ركبه ونص وخذ مرزوقي وجدي يعمل هكا ويطل عليهم فهمت في باله بالبوتو باش يحميه فهمت ويخزر ليه كي هذا معناها سيبلو لهناك وين قاعد غادي وين كليو وين الكهرباء هذيك الباب مع اولاد من غادي مكوفرين علينا فهمت مكوفر علينا استافيت تاع واحد هنا ولد محمود بولعاب قاعدين مثلا ونشوفوا في منصب العجيمي وخالد المرزوقي لزوز في وضع معناها نتاع ضرب اي نعم غادي هكي ديريكت نحن نسخلهم يبشعوا فينا نسخلهم فدلكوا علينا كيك يبشعوا فينا بالكرتوش نتلفتوا ونتفاجئوا كان بوجدي كيفاش ديريكت ضربته الكرتوش ضربته لهنا على البلاصة بقى ينزف حكاية نص ساعة مع الهمالة مع السبيطار وكذا استشهد وكاون وهوني نحب نفهم المعتمدية منين؟ منا ديريكسيون صح؟ المعتمدية هكا لوطة اللوطة اللوطة بالكل بعيدة المعتمدية نحن لو متمس حتى شيء فيتال رانا كاس الرئيس راه محتلونا راهو صار فيتال راهو يمكن العباد ما تعرفش راهي حقائق كبيرة لهنا راهو اللي صار فيتال راهو شيء كبير نحن قلت لكم منصف العجيمة راهو مش معناها تاهمين وكيكة ولا حرام علينا راهو ثم محكمة في الدنيا ثم محكمة ربي سبحانه ورانا شفنيه في وضع نتاع ضرب هو وخالد المرزوقي كي بعد نحن عملنا انكيت مع الحرس ومع الفرقه العدليه تاع القصريه كي جو تابعوا وريناهم كيفاش وقعت العمليه نتاع القتل بالضبط ثم ثلاثه نجوم في العدليه تاع القصريه جانا عملنا انكيت لهنا قال خالد المرزوقي عشان قلنا لي خالد المرزوقي راهو على اليمين تبعني انت رمزي خويا بعد ثلاثه سيجار غادي وثلاثه شجرات هذوك من الكهرباء الخضراء من غادي ثم خالد المرزوقي وفي الوحده تاع كيلومتراج هذيك أي. منصف العجيمي بالضبط قاعد غادي كي جينا نعملوا في الانكيت معناها الكرتوشه كي يضربها خالد المرزوقي ما تجيش في وجدي عشان الشجر ما يخلوشو اي نعم ومنصف العجيمي معناها له هو اون فاس بوجدي وضربه وديستونس معناها نتاع ديستونس هاك تشوف معناها نتاع القتل العمد قتل العمد هكاك معناها وجدي معناها حبوا شنو منصف العجيمي ما حبش يخرج يد وظيفه من تاله حب يخلي اسم لهنا في البلاد وكان باش يحب مدير العام الواحد يتدخل يمكن حب يتلنسى اكثر يشد حتى في بلاصه الديماسي ولا في بلاصه ياسين التايب ما هو بن علي تعمل كي قبل اللي يقتل اكثر والقمعي اكثر هذاك هو الرواف الداخلي هما حبوا كيك في بالهم باش تتعاود حكايه الرديف وكذا ومعناها هما باش تتقمع ثوره وما فهمش لا ثوره لا حتى شيء اظن اسلحه راه نتاع بن علي يبين الحكي في اولادنا نحن ماتوا لهنا علاش ماتوا على الخبزه ماتوا قالوا يا ولادي رانا فدينا رانا تعبنا رانا كذا نحن لهنا رم المسؤولين على القتل في مدينة تيلا رانا نعرفوهم بالاسم ونحبوا نقولوا للدولة ولا الشرعية ذي متاع النهضة رانا 95% من الحقيقة رانا نعرفوها ونعرفوا قتلوا لينا ذرينا مازالت 5% نطلبوا من علي العريض شخصيا نطلبوا منه ياخذ لينا حقوقنا أجل الأولاد هذوكم هما اللي صنعوا الدولة ذي نحن رانا طالبين حقنا لا أكثر لا أقل وراني 95% من الحقيقة عندنا وانت وقت اللي تضرب وجدي السايحي الله يرحمه انت فين واقف وقتها؟ لا واقف قلت لك غادي بيناتي انا وجدي يمكن حكايه 7 متر ثم استفيت ما نكذبش عليك انا خايف شفت الكهرباء البيضاء هذيك ثم استفيت في نهار 12 ثم مكوفرين طلوا من ورا استفيت في بالنا كيك يفدلكوا علينا هما ضرم في اللحظه هذيك يستعدوا باش يخرجوا ما مفاجئون هما ضرم في اللحظه هذيك باش يعملوا انسحاب من تيار نتفاجئوا خالد مرزوق بدا يمشط في الطريق ورجع هبط من الكهرباء هو منصف العجيمي وعايش بن سويسيه هبطوا وثم عون اخر ولا طلع هذيك ثم دوره وين الكيلومتراج طلع ضرب سمير السياحي ضربه معناها على مستوى فخذه تو هانديكابي ومطيش في الدار يعلم بيه ربي وقتلوا وجدي
واضحه راهي الحكايه واضحه. حتى المحكمه العسكريه نحن هنا نتابعوا فيها المحكمه العسكريه، وراو شوف بن علي ما خلناش باش نثيقوا في حتى واحد، نحن رانا نتابعوا الحقائق عندنا ورانا نحبوا محاكمه عادله. اه ويلسفي انتم اه باش تتغافلوا، نحن رانا شفتوا شنو رانا رفعنا في شعاراتنا الدم بالدم، ورانا شميت انتم كذبتوا في شعاراتكم وقلتوا اوفياء لدماء الشهداء، وبعدهم شديتوا الكراسي تنزلتوا ولم نستبنى قضيه الشهيد اللي صنعكم واللي حرركم واللي معناها صنع تونس جديده الشهيد. اه انتم تغافلتوا على الموضوع هذايا، اه اللي هم معناها شفت كنتوا في الاحباس وكنتوا تعبين وكان كانوا جاري فيكم. اه الاولاد هذاكم عمر صنعوكم وكم سلمتوا لهم في حقكم، نحن رانا كيسه عايده فرشيش وماجر لهنا، رانا ما نبيعوش دم ولادنا.